من نيويورك تنضم إلينا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا سيدة راغدة. من بيروت تنضم إلينا سوسن مهنأ الكاتبة الصحفية. أهلا بك معنا سيدة سوسن. أبدأ من عندك سيدة راغدة، هل سيتم التوصل لاتفاق أو لا؟ يعني قراءات متفائلة وقراءات تنفي حدوث ذلك بهذه الفترة، من وجهة نظرك بعد إرسال المبعوثين بريت ماجاك وهو أعلى ربما الجهود الدبلوماسية، يعني ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض سوية مع أموس فوكشتاين إلى إسرائيل دون أن يكون هناك شيء ما في جيبهما، فإذا لابد أنهما يتحركان على أساس لربما لا يتم بموجبه التوصل إلى وقف النار تماما قبل الانتخابات الرئاسية، ولكنهما ما زالا يسعيان. يعني إدارة بايدن مصرة على محاولة التوصل إلى صورة متكاملة تؤدي إلى وقف النار في غزة كما تفضلت بالمعلومات التي تفضلت بها، تنطلق أيضا من الهدوء أو الاتفاق المبلغ صراحة الرهائن إلى آلية ومعايير وقف النار في لبنان. إذا حسب معلوماتي ما أصرت عليه إسرائيل حتى الآن هو أبلغته إلى المبعوثين هو أنها مصرة على تحقيق الأهداف، هذه الجملة التي سمعتها من مصادري، تحقيق الأهداف، وهذا سيتطلب بعض الوقت لربما أسابيع. إذا كيف يذهب ماجاك وهوكشتاين إلى المنطقة بدون أو إلى إسرائيل بالذات بدون أن يكون لديهما ضمانات بخروجهما بشيء فعلا ضخم؟ أعتقد أن ذلك يكمن ليس في يعني موافقة إسرائيل على الحلول للبنان قبل يعني انتهاء الأهداف، وهذا يعني قبل الانتهاء من تدمير ما يجب برأيها التدميره في من بنية حزب الله العسكرية. نعم سيدة سوسن، واشنطن تقول وفقا لتايمز أوف إسرائيل بأنه غيرت نظرتها، غيرت قراءتها للأحداث، وبات الرأي الآن بأنه الهدوء في غزة سيخفف حدة التوترات على طول الخط الأزرق، وبالتالي من جديد لبنان والهدوء على الخط الأزرق مرتبط بغزة وبما يحدث بغزة وبمواقف إسرائيل وأيضا حماس. كيف ينظر اللبنانيون لهذه النقطة تحديدا، وهل بالإمكان من الجانب اللبناني أن يقوم باتخاذ أي خطوات أو أي مسار بعيدا عن القراءات الأمريكية وبعيدا عن القرارات الخارجية التي طالما نسمع بأنها هي السبب ربما وراء الكثير من العوائق؟ نعم مساء الخير. الحقيقة يعني منذ قليل يعني المصادر الحكومية تحدثت على أن المنسوب التفاؤل الذي كان يتحدث به رئيس الحكومة أمس انخفض بعدما يعني حتى اللحظة لم يطلب موعد هوكشتاين وماجيرك للقدوم إلى لبنان، بما معناه أن لم تجري التفاوضات أو المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب كما كان متوقع. يعني الحقيقة أن مجرد ما أن يصدر عن رئيس مجلس النواب وهو كما أسماه حزب الله الأخ الأكبر وفوضه بالمسار السياسي أنه سيطبق 1701 كما هو دون زيادة أو نقصان، يعني بما معناه أن حزب الله وافق على الانسحاب شمال الليطاني، وال1701 ينص على منطقة عازلة مسافتها 30 كيلومتر، يعني بما معناه أن الحزب وافق على هذا الشرط ووافق على فصل جبهة لبنان عن غزة، ولكن الشروط الإسرائيلية كما سربها الإعلام الإسرائيلي يعني من المستحيل أن يوافق عليها لبنان. وفي المعلومات يعني التي سربت من عين التيني من مقر رئيس مجلس النواب قيل أن في الزيارة الأخيرة التي جاء بها هوكشتاين وعرض على رئيس مجلس النواب هذه الشروط انسحب، يعني وقف رئيس مجلس النواب دون أن يصافح هوكشتاين وقال له أتمنى لك رحلة سعيدة، بما معناه أن الشروط التي تطلبها إسرائيل هي جدا تعجيزية. وربما أن ما نتنياهو ما لم يقدمه الإدارة الأمريكية طوال السنة الماضية لن يقدمه قبل أيام على موعد الانتخابات الأمريكية. أيضا التصعيد الذي نراه من الجانب اللبناني من جانب حزب الله هو مرتبط
بسياسة إيران التي أيضا تنتظر من سيصل إلى سدة الرئاسة الأمريكية. فإذا وصلت الديمقراط بالنسبة لها هي يعني تستطيع أن تتفاوض معهم، في حين نتنياهو ينتظر ربما وصول ترامب لكي يكمل عملياته الحربية في لبنان، وكما يقول للقضاء على حزب الله وقضاء على قدرته لإعادة النهوض وإعادته للتسلح. نعم. فقط اسمحوا لي أن أشير إلى بعض العواجل التي وردت يعني قبل دقائق قليلة على شاشة الحدث. نتنياهو يقول: نحترم القرارات 1701 و1559 ولكنها ليست الشيء الرئيسي. وأيضا يقول: ما يهمنا هو قدرتنا على فرض الأمن ومنع أعدائنا من التسلح. وأضاف أيضا نتنياهو في العواجل التي وردت على شاشة الحدث: لا أحدد موعدا لنهاية الحرب، ولكنني أضع أهدافا واضحة لكسبها. وهذا ربما سيدة راغدة ربما يعني ما جئت على ذكر الفكرة العامة التي جاء الآن على ذكرها في هذه الأنباء العاجلة. نتنياهو، أهداف نتنياهو وطموحاته وما يريد أن يحققه. إذن في أي إطار تندرج هذه المساعي؟ إذا ما كان معلنا بالنسبة لنتنياهو أن لديه مسارا طويلا الآن سيمضي به ولن يتحقق، كما ذكرت يحتاج إلى ربما العديد من الأسابيع، لا أحد يدري تماما. يعني طبيعة وشكل الدور الأمريكي، يعني هل هو نوع من بروتوكولات نحن نقوم بواجبنا ونتحرك، أم أنه فعلا؟ نعم تفضلي. لا اعتقد صراحه، اعتقد يعني مستقتلين بنقول باللبناني يعني كثير. يعني فعلا هم في حاجه ماسه لتحويل التوجه الانتخابي في الرئاسي في الولايات المتحده. اعتقد ان فريق بايدن هاريس يعني فعلا هناك قلق كبير لديهم من امكانيه وصول ترامب، دونالد ترامب الرئيس الاسبق، الى البيت الابيض بدلا من كاميلا هاريس. اذا هناك محاولات يعني الساعة الأخيرة إذا شئتي. وأكرر كما تفضلتي، هناك يعني لجوء إلى وسائل جديدة لتناول موضوع غزة من ناحية وموضوع لبنان من ناحية ثانية. موضوع لبنان، في موضوع لبنان أنا أرى أن ما تحدث عنه نتنياهو في تحقيق الأهداف ربما في أسابيع أو في غضون أسابيع، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي يعني ربما أبدى ليونة من وجهة النظر الأمريكية في تحدثه عن ضرورة التوصل إلى مسار دبلوماسي وتفاوضي ينهي التطورات القتالية في لبنان. ماذا يتطلب هذا الأمر؟ يتطلب قيام الطرف اللبناني، وهذا ما يحدث من مباحثات على الصعيد اللبناني اللبناني بالذات، أستاذ نبيه بري و حزب الله وطبعا نجيب ميقاتي. يعني كل هذه المفاوضات تصب في خانة أين هي الضمانات من حزب الله؟ هل هو فعلا جاهز للخروج عسكريا من المنطقة العادية بين الحدود والليطاني؟ نعم يقول لي أنا، هذا ما تقول له المصادر اللبنانية الحكومية. هناك تفاهمات وهناك وضوح حسب قولهم، وضوح في الموقف الذي يتبنى حزب الله بأنه بات مستعدا للخروج. وأشدد على موضوع خروج الأسلحة، أسلحة حزب الله، من هذه المنطقة إلى الليطاني وليس في كافة أنحاء لبنان. يعني هذا ليس تنفيذا للقرار 1559 بأكمله. هذه قف يعني بداية تؤدي إلى وقف النار والتواجد الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل المعززة، وتبدأ وقف النار، توجه الجيش اللبناني مع قوات معززة، وتجريد أو نزع سلاح أو يعني تخلي سلاح حزب الله عن سلاحه، وكذلك جميع المكونات الأخرى إن كانت ميليشيات فلسطينية أو غير فلسطينية. هذا ما زال قيد البحث، يعني لم تتوقف المباحثات، ما زال بريت ماجوك و هوكشتاين في إسرائيل، وسنرى ماذا سيجد معهما. لا أتوقع أن يجد جديدا ضخما في موضوع لبنان تطبيقيا
قبل الانتخابات الأسبوع المقبل لعل يحدث شيء في موضوع غزة. نعم سيدة سوسن، عندما يتم الحديث عن أنه القوتان أو القوتين، عندما نقول أن القوتين الموجودتين في المنطقة التي تحدثت عنها إسرائيل هي فقط اليونيفيل والجيش اللبناني، من وجهة نظرك هل هذا فعلا قابل للتحقيق على الأقل على المدى المنظور من طبيعة معرفتك لتركيبة الحزب ولأهداف الحزب وما يقولون؟ يعني حتى لو أوكلوا إلى ما قالوا عنه الأخ الأكبر، ولكن على أرض الواقع هل من الممكن أن يطبق ذلك؟ الحقيقة يعني إسرائيل تزعم أن هناك العديد من الأنفاق ومراكز أو مخازن الأسلحة التابعة للحزب لا زالت موجودة في الجنوب، والعمليات التي نشهدها حاليا على طريق عرية وهي الطريق الدولية التي تربط بين البقاع والجنوب من نقل أسلحة، هذا دليل أن الحزب لا يزال يحتفظ بمخزون من الأسلحة كما هو يقول أيضا. يعني وأيضا في هناك قرى دمرت، يعني دمرت وسويت بالأرض، ومع هذا يخرج من الأنفاق عناصر لحزب الله. يعني إسرائيل تعلم تماما أن الحزب قد يعطي للمجتمع الدولي أنه سيطبق القرار 1701 ويعطي إيحاءات أنه سينسحب، ولكن ما لن يحدث في المستقبل القريب. من هنا نتنياهو إصراره على أن تطبيق 1701، أو ربما يقول أن 1701 بنسخته أصبح قديما ويعمل على نسخة جديدة سميت 1701 بلاس. يقول نتنياهو أنه يريد أن يعني يثق أولا لا يثق بالحكومة اللبنانية طبعا، لأنه من وجهة نظر إسرائيلية أنها مخترقة أو مهيمن عليها من حزب الله. هو يريد تطبيق 1701 وأيضا السهر على هذا التطبيق. يعني ما سرب من المعلومات أن يريد تدخل أو حرية الحركة أو فرض حصار بري وجوي وبحري على لبنان، يعني هذا لزيادة في يعني للتأكد من أن حزب الله سيطبق 1701. طالما لنفترض ان انه انسحب الى شمال بريطانيا الحزب وسحب اسلحته، تقول اسرائيل انه يعمل من منطقه اليونيفيل، ومن هنا يعني هناك عده ضربات وجهت الى مركز عمل اليونيفيل. اسرائيل تريد قوه متعدده الجنسيات، يعني من دول تثق بها كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أيضا للسهر على تطبيق القرارات الدولية، ربما 1701 وربما قرار آخر معدل. ولكن هذا الحديث كله يعني حتى الآن ولا يعني ليس بالسهل تطبيقه، اولا لان الجيش اللبناني حتى الان ضعيف، لا يوجد لدينا رئيس جمهوريه، الحكومه اللبنانيه عاجزه، يعني هي تريد بحاجه لمسانده المجتمع الدولي لفرض هذه القرارات او لتطبيقها على الارض. من هنا وايضا عندما ينسحب الحزب الى ما بعد شمال بريطانيا، اين سيذهب بسلاحه؟ 1701 يقول سحب السلاح الغير الشرعي من جميع التنظيمات، حتى سحب السلاح من داخل المخيمات. اذا هذه الأمور ربما هي جوزنا لمرحلة مقبلة بعد الانتخابات الأمريكية، وربما من هنا جاء تعيين نعيم قاسم، ربما لمظهر جديد للحزب، وربما يعني تفاهمات أو تسويات وتركيبات ستطبق على لبنان. نعم فقط أعطي أقل من دقيقة للسيدة راغدة تريد أن تتحدث. تفضلي. سأختصر، ليس هناك أي شيء اسمه 1701 بلس، ليس هناك أي مجال لقرار معدل لل 1701، هناك بحث في آليات التنفيذ ومعايير التطبيق. إذن هذا يختلف عن الذي تفضلت به الزميلة العزيزة. ثانيا أعتقد أن تواجد الدولة ما يسمى باليونيفيل المعززة هي عبارة عن دول تشارك لربما إضافية، وليس عبارة عن دول جديدة تدخل على الخط بالضرورة أو لا. يعني هناك مجال للحكومة اللبنانية للجيش اللبناني الذي يعني يقوم تجهيزه بضمانات أمريكية بمشاركة دولية ليقوم بالمهام، أما المخيمات فإنها شأنها شأن حزب الله، كل شيء من الليطاني إلى الحدود لن يكون مسموحا به كميليشيات في تلك المنطقة. شكرا جزيلا وأعتذر لأن الوقت انتهى، لا أتمكن من أعطاء الوقت لسوسن مرة أخرى. شكرا، من نيويورك كنت معنا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية.